بلدي ثبتوا انه واش ثبتوا حسين؟ ثبتوا انه هذا الحكم وجاوبني ثبتوا انه مرتشي، ثبتوا انه اخطا في المقابله، لازم عبك تاكد تقول ثبتوا عبك لفيفا حسين. لفيفا هذا ماشي زعما قال قصاما وليد عمو كولينا ولا نسيبو ولا قالوا لا غير قال يا ولا غندو وما نقصوش دوكا ولا حتى اذا ثبتوا اذا لجنة التحكيم الدولية اللي رأسها كولينا لو كان ثبتت انه الحاكم شوية برك شموا فيه الريحة تاع الرشوة تم يحبسوه. انا ما قلتش رشوة رضا، انا قلت ثبتوا منحاز، ثبتوا باللي كان منحاز ثبتوا. شوف شوف كي تشوف حاكم منحاز ما عندكش دليل عليه باللي شد رشوة، ما تقدرش تقول حاكم مرتشي. انا علاش انا شوف انا هذه المعلومه كانت عندي بانه ممكن جي اسمح لي المعلومه هذه باش انا عندي معلومه، عندي مصدر عطاني معلومه باللي قصما ما راحش يتعين. انا كنت نستنى تخلاص حتى 2 ديسمبر لان اخر حسين على يده لفيفا كيفاش يقدر يديه يقدر يديه ما يعطيلوش يدي السينما يديهم يا رضا يا رضا ما تقوليش نسيبو ولا موجه نسيبو يا رضا اسمح لي. الكاميرون جازت للمونديال اليوم ما يقدرش على جال قصامين يحي الكاميرون من المونديال، يخلوا المونديال تاعهم يمشي عادي، خلوا المونديال تاعهم يمشي عادي، ولكن قصامه ما يعطولوش مقابلات اليوم. اسمح لي رضا، اليوم راني نقول لك حكام عطاوهم زوج مقابلات. اسمح لي رضا، كاين امراه اليابانيه هذيك امراه عطاو لها دار 3 مقابلات كحكم رابع، قصامه ما عطاولو والو.